السلام عليكم ومرحبا بكم معي مرة أخرى في القناة. اليوم إن شاء الله غادي نشارك معكم الشوكليت آيس كريم أو الماغنوم أو الكيك بوبس. بالنسبة لهاد الفيديو كنت غادي نخليه فيديو واحد مع هاد البلاطو اللي كتشوفوا معي، فمقدرتش أنني نخليه لأنه كان الفيديو طويل بزاف، نقص منه. فبالنسبة لهاد البلاطو غادي نخلي لكم رابط، كذلك نفس الحشوات خدمت بيهم الشوكليت ايس كريم وكذلك هاد البلاطو. هنا هاد المقاطع تقريبا يعني معاوده بسرعه بالنسبه للفيديو الاول. عندي الكاوكاو او الفول السوداني اللي غادي يكون فيه 300 غرام محمر مزولي ليه القشره وطحنينه مزيان، 100 غرام من لو بيسكوي نخلطهم مع الحليب المركز المحلى ونخليهم مرخوفين شويه، نغطيه ونخليه على الجانب. بالنسبه للسيدات اللي ما كيحبوش الكوك او لا جوز الهند ممكن تعوضوا بهاد الحشوه هذه، لانني كيجوني تعاليق كثيره. عندي الكوك او جوز الهند 200 غرام اللي غادي يكون مطحون، يعني يكون مطحون مزيان يكون احسن، نخلطوه كذلك حتى هو مع الحليب المركز المحلى او النسلي. هنا كذلك كنخليوه شويه مرخوف ونخليوه على جانب. بالنسبه للشوكولاته اخواتي دائما نصحكم انكم تخدموا بكالا. بالنسبه للسيدات اللي في المغرب اللي خارج المغرب دائما شوفوا لكم شوكولا اللي تكون يعني كتذوب وما كتمحنش. هنا خديت شوكولاته ذوبتها وغادي نضيف عليها البودر تاع تلوين شوكولاته. هنا فقط كيخصنا نضيفو البودر ما نضيفوش الجل وكذلك ما نضيفوش الملون سائل. فخليت اللون خفيف كيف ما كتشوفوا معايا وغادي نخليهم على جانب. بالنسبه لهذاك السيليكون ما عنده حتى علاقه بهذا الفيديو، فقط لانني كنت غادي نخلي كل شيء لون شكل واحد. هاد المقاطع جاوني مخالفين، فهذه المفروض انني خليتها في الاول. بالنسبه للعجين اللي استخدمت عجينه الفوندو او عجينه السكر، بالنسبه لهاد العجين تلقاوه عند بائع على وزم الحلويات كذلك في كارفور او في سبينيس السيدات اللي خارج المغرب. غادي نترك لكم رابط فاش يعني تشوفوها كامله حتى لومبالاج تاعها. فهنا خليت اللون فونسي او ناصح او البلو رويال خليته، يعني باش هكا يجي عندنا داك الديكغادي ديال لي كولور. بالنسبه لهذاك اللون اللي حطيت قبل منه فهو اللي غادي يكون في المقطع الجاي ان شاء الله. هنا عندي هاد القالب صغير ميني او لموتيف، وعندي هاد سيليكون اللي فيه دبدوب، فيه كذلك البيبي والبوي، وهادو خدمتهم في الاشكال اللي كانوا من قبل. فهنا هو هذا اللون اللي خدمت به اللي هو 37 اللي غادي يكون جل، تقدروا تلقاو حتى في ويلتون. بالنسبه للون الاول اللي شفتو معايا فهو هذا اللي غادي يكون، يعني كندير واحد اللون اللي هو خفيف. الميزه تاع هاد الفوندون او عجينه السكر مع هاد لي كولور، يعني اي لون كنبغيو كنديرو حنا بوحديتنا، يعني وكيجينا الاشكال زوينه. يعني احسن ما كنشريو العجين وكنخليوه عندنا وكتبقى كتيباس. ف بهذه الطريقه هذه انا كتجيني احسن. هنا خدمت عجينه السكر كنخليوها مغلفه طبعا باش انها ما تبردش عندنا. وعندي هنايا شوكولاته اللي غادي نوضعها في هاد القوالب هادو، متوفرين في الاسواق كذلك اونلاين، وغادي نحط واحد الكميه لا باس بها هكا باش يعني من البدايه اننا ناخذ قياساتنا. هنا كناخذ البانسو وكنحاولوا ما امكن اننا كنديروا من الجوانب، وفي نفس الوقت كنضربوا على سطح العمل هكا باش كيتقاد عندنا الشكلاط، وكنبقاو كذلك نرجعوا عليهم مره اخرى وندخلوهم للمجمد مده 10 دقائق ضروري من هذه المساله هذه. هنا عفوا قبل كناخذوا هاد الاعواد هادو اللي حتى هي متوفره في السوق، راها يعني ضروري اخواتي انكم تردوا البال، يعني تاخذوا اصغر نوع كاين، يعني احسن ما تاخذوهم وترجعوا حتى للدار وتلقاو انها ممكن ما تناسبش القالب نتاعكم. فمن البدايه خذوا يعني مع هاد القالب هذا خذوا كميه كثيره. فهنا كيف ما كتشوفوا معايا كنحطوهم قبل ما كندخلوا للمجمد. هنا مازال ما دخلتش المجمد كيف ما غادي تشوفوا معايا، ومن بعد ندخلوا للمجمد. ودائما الشوكولاته نتاعنا تكون عندنا في حمام مائي باش نعاودوا يعني الجوانب
فقط الجوانب، غاديش نعاودو الجزء السفلي ونلتقيو. هنا ملي كتقبط عندنا الشوكولاتة فكنبداو كنعاودو في الجوانب، يعني كنحاولو اننا نخليو ديك الطبقة نتاع الشوكولاتة يعني سميكة، وحتى الجزء اللي فيه اخواتي العود حتى هو كنحطو ليه هذا باش ما كيجيناش العيب انه واحد الفراغ كيجينا. غادي نشوفو معايا من ديموليت واحد لومول واحد. هنا انا غادي نخدم معاكم فقط شوكولاتة الزرقاء هذه، وبالنسبه للبيضه فغادي نخدمها يعني بدون اطالة عليكم، ما غاديش نطول، ففقط غادي نوريكم كيفاش. هنا بما انني انا عندي هاد الشوكولاتة نوع ماشي مزيان فخدمت هاد الخدمه هذه. اذا بغيتوا تخدموا ديك الخدمه نتاع انكم ديروا الحشوه وتغطسوا في الشوكولاته، اذا كانت قاله طبعا بديل الشوكولاته لانها سائله وكتبقى يعني دايبه عندنا واحد المده طويله، فهذيك خدمه اخرى اللي غادي نخلي لكم رابط نتاعها في الاشكال اللي كتكون تاع البنيته يعني الاسبوع حتى هي ان شاء الله تعجبكم. هنا فاش كندخلوا للمجمد للمره الثانيه وكنخرجوهم كيف ما شفتوا معايا، كنحاولوا ننظفوا بالسكين الجوانب كلها باش ما كيبقاش عندنا داك الزوائد، ومن بعد كنضطروا اننا نزولهم بالسكين. من الاحسن ديروا الفينيسيون تاعنا كتكون مزيانه. هنا بالنسبه لي انا درت الكوك اونيسلي، وبالنسبه للاشكال الاخرى فغادي ندير حتى الكاوكاو او الفول السوداني مع لو بيسكوي والحليب المركز المحلى. فهنا كيف ما كتشوفوا معايا كنبقى نحط بشويه بشويه وكنضغط بالايد باش هكا كيتقاد عندنا، وغادي نديرو الشوكولاته من الفوق. هذه خدمه كيف ما ذكرت اخواتي، غادي نترك لكم رابط الثاني اللي هو صراحه حتى هذه سهله بالنسبه للناس اللي عندهم نوع شوكولاته يعني ما كيتحكموش فيه، او النوع اللي ما تيكونش بديل شوكولاته او كتكون يعني خصها اضافه نتاع الزيت كثيره. فبالنسبه لهاد المساله نمدو ليها البال، كنضربو على سطح العمل منين تنغطيو وتنظفوا الجوانب كيف ما غادي نشوفوا معايا، وندخلوا للمجمد حتى هو باش انه يعني يجمد ونلتقيو باش نديموليوه. دائما اخواتي كننظفوا الجوانب وكنحاولوا اننا نملؤوا الفراغات كلها اللي كتكون من الجوانب نتاع الشوكولا. هاد الاشكال كتجي جميله وكتعطي واحد الجماليه للبيفي نتاعنا، فندخلوا للمجمد ونلتقيو باش اننا نزولهم من القالب. هنا من بعد ما كيجمدوا عندنا فكنزولوهم بهذا الشكل هذا. اول حاجه كنزولو يعني من سيليكون هو الاول، من بعد كندفعوا داك العود نتاعنا، فكيف ما شفتوا معايا كيجيو يعني زويونين وكيجيو حتى مفينين مزيان. كيف ما ذكرت اخواتي كاين جوج ديال الخدمات، انا هذه صراحه حتى هي عجبتني. بالنسبه للجوانب كيف ما شفتوا كاين واحد الفراغ نتاع العود، فمن الاحسن اننا نحاولوا اننا نركزوا عليهم قبل ما يعني نديروا الحشوه نتاعنا، اننا نملؤوا دوك الفراغات كلها. فغادي نديمو ليهم، ومن بعد كنجهزوا الشوكولاته نتاعنا اللي غادي نديروا بها خطوط. فانا بالنسبه لهادو درت فيهم 18 حبه، يعني ممكن انكم يعني تديروا العدد اللي بغيتوا مع لو بلاطو. هاد الحشوات اللي شفتوا معايا كانت 400 غرام بين الكاوكاو او الفول السوداني مع لو بيسكوي، وكذلك 200 غرام من الكوك او جوز الهند اللي خرجوا لي هذاك لو بلاطو معاه اضافه اخرى من بعض الحبات يعني ماشي كثير، وهادو 18 حبه يعني ما شاء الله كان عدد تاعهم كبير
و كما ذكرت اللون الابيض غادي نخليه يعني نخدمه بوحديتو. هنا الشوكولاته كانت شويه يعني غير لائقه لانني ندير بها خطوط، لكن مشيت بها اموري. هنا بالنسبه اخواتي للتزيين فغادي ندير معكم غير فقط هادو، ومن بعد الباقي غادي نخليه لكم صور تشوفوهم بدون اطاله، لاني تداركني الوقت وما قدرتش انني نصور كل شيء. بالنسبه للبيض فدرت العقيق الرقيق اللي كان ملون، وكذلك اللون السماوي درت ليه العقيق الرقيق اللي كان ارجنتي. درت اللمعه بالبانسو، وواحد الشكل اخر درت ليه البانسو يعني لمعه، وكذلك الجلوكوز من فوق منه والقليل من العقيق الرقيق. بالنسبه لي انا هنا كما شفتوا درت البيبي والبوي، ودرت كذلك الدبدوب والراس نتاع البيبي، فكان هذا هو الشكل هذا. والحبه اللي كانت بيضه فيها بعض الورود اللي كيف ما شفتوا. ان شاء الله يعجبكم هذا الفيديو وتجربوه. بالنسبه لهذا فغادي نترك لكم الرابط، والى اللقاء.